رجل نوى الإقامة أشكل أكثر من شهر، هل يقصر أم يتم يصلي الصلاة سنن الراتب أم لا؟ إذا كان الإنسان نزل بلدا لغرض مقصود، متى انتهى غرضه رجع إلى بلده فهو مسافر، ولو بقي 10 سنوات لأنه لم ينوي الإقامة، وسواء عرف أن هذا الغرض ينتهي بمدة أو لم يعرف. فمثل إنسان مريض قدم إلى بلد للعلاج وهو يعرف العلاج ما يكفيه يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، أيقصر أم لا؟ يقصر. إنسان آخر قدم إلى البلد للدراسة، المريض قد يبرأ قبل المدة التي قدرها، لكن هذا إنسان للدراسة يعلم أنه ما يمكن يغادر البلد قبل أن تنتهي دراسته في 4 سنوات، لكن بعد ما تنتهي الدراسة يرجع إلى بلده. وهو يقول في قرارة نفسه لو أعطوني الشهادة بعد 10 أيام يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. إذن لم يتخذ هذا قرارا ولا وطنا، فله أن يقصر. وهذه المسألة مسألة عظيمة وكبيرة، وفيها خلاف بين العلماء كثير يزيد على 20 رأي. وقد قال الله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لو رجعنا إلى كتاب الله ما فيه تحديد للمدة أبدا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضارب في الأرض قد تطول مدته وقد تقصر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، آخرون تجار. التاجر إذا نزل البلد هل هو يعرف أن ينقضي بيومين أو 3، أو ربما يعرف أنه لن ينقضي إلا بشهر؟ هو كذلك لا يعرف أنه ينقضي إلا بشهر، فهو ضارب في الأرض. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال للأمة يوم من الأيام من أراد منكم الإقامة أكثر من 4 أيام أو 5 أيام أو 15 يوم أو 19 يوم فليتم؟ ما قال. هذه السنة بين أيدينا، ما قال ذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام أقام مددا متفاوتة. أقام في مكة كم في حجة الوداع؟ كم؟ لا، في حجة الوداع، في حجة الوداع قدم مكة يوم 4 وخرج منها صباح 14، كم أقام؟ 10 أيام. ولهذا سئل أنس بن مالك كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع؟ قال أقمنا بها 10 أيام. أقام في عام الفتح كم؟ 19 يوما. أقام في تبوك 20 يوما. ولم يقل للناس من أقام هذه المدة فليقصر ومن زاد فليتم، بل هو عليه الصلاة والسلام قدم مكة في اليوم 4 وجعل يقصر الصلاة إلى أن رجع للمدينة. هل قال للناس من قدم قبل اليوم 4 فليتم؟ أبدا ما قال، وهو يعلم هو نفسه صلى الله وسلامه عليه أن الحجاج يقدمون قبل اليوم 4. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، متى تبتدي الأشهر؟ من شوال، من عيد الفطر. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم 4، ولم يقل للحجاج من قدم منكم قبل اليوم 4 فليتم. والأصل بقاء السفر، وأن يبقى الشيء على ما كان عليه حتى يقوم دليل واضح على أن الحكم انقطع. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاما جيدا في أول في الفتاوي في باب صلاة الجمعة، وبين أن القول بأنه محدد بأيام لا دليل عليه، وأنا أقول إن الدليل على خلاف، لأنه لو كانت المدة محددة ب4 أيام لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، لقال من قدم منكم قبل اليوم 4 فعليه أن يتم.
المهم ان الانسان اذا قدم الى بلد يريد علما او تجاره او زياره قريب فهو مسافر ولو طالت المده، يترخص برخص السفر كلها. نعم.